بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا إخواني وأخواتي، أتمنى تكونوا بخير يا رب. عملات الحد العملات اللي بتصرف النهاردة، الأرقام مميزة أو غيره أو غيره، كل العملات نازل لها يا جماعة أسعار كده، تمام؟ عشان يبقى الكل عارف. بس فنركز شوية في الأسعار دي ونشوف برضه، وهنعمل لكم عملة عملة، ومش هطول في الفيديو برضه على أساس الكل ما يزهقش. فهنعمل إيه؟ يعني عملة عملة كده، ايه 3 4 دقايق نتكلم عن الاسعار بتاعتها وازاي واخطاء والكلام ده، تمام؟ احنا بنقول يا جماعة اسعار عادية للعملات العادية، مش دعوة بالاخطاء، تمام؟ الاخطاء بتعمل فلوس كتير. النص جنيه العملة بتاع نقل المومياوات الملكية اللي هي 2021، تمام؟ طبعا العملة دي فيها اخطاء كتيرة جدا، منها شائعة طبعا، ومنها اخطاء اخرى من ميول وانحدار في العملة وتاريخ مقلوب، وده كله طبعا في سعر كويس، لان الاخطاء دايما هي اللي بتنفرد بالسعر العالي دايما، تمام؟ عشان ما حدش ايه يقول حاجه، يعني بتزودها مثلا لو دي بتعمل 30، الثانيه تعمل مثلا 60 70 وتزيد كمان عن كده، لو هو بياخدها اكتر من 100 جنيه. فمش هنتكلم في الاخطاء دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم عن العمله العاديه او سعرها، ده مش موضوعنا، موضوع الاخطاء. العمله دي يا جماعه اللي هي ال 50 قرش اللي هي نقل المومياوات دي 2021 ديت، العمله دي طبعا من الفولاذ المكسوب النحاس وزنها 6.5 جرام. انا بقول لكم على كل حاجه في العمله على اساس برضه اللي عايز يعرض عملته ويبيعها، لان ناس كتير قالت لي قول لنا الاوزان وقول لنا القطر وقول لنا كل شيء، عشان لما نيجي نعرض عملتنا نتكلم يبقى اللي بيشتري عارف ان احنا فاهمين. فتمام، دي 6.5 جرام، القطر بتاع 23 مللي، السلك بتاع 2.4 مللي. باع عملة من النحاس الصافي، وباع عملة من المعدن اللي هو التاني الحديد او النحاس اللي هو ما بيقطش، لان كل اللي موجود معاكم ده بملط. انا معايا واحدة ما غير ملقطة، ما فيش الملقط ما بيقطش فيها خالص، دي تمام، بتعمل فلوس كتير طبعا، تزيد عن 200 300 جنيه. احنا بنتكلم عن العادية اللي هي معاكم ومع الكل، تمام؟ عشان نبقى احنا عارفين بنتكلم عن ايه. العادية طبعا اللي بنتحدث عليها وعدد الصك منها يا جماعة، دي عدد الصك منها 1 مليون قطعة، 1 مليون قطعة. سعرها بيبدأ من في الكتالوج العالمي موثقة لعام 2022، ومحدش يبيع أقل من السعر اللي هقوله يا جماعة. شوف دلوقتي المواقع والأماكن والأسواق والجروبات لبيع العملات والأنتيكات والتحف وكمان الطوابع يا جماعة، تمام؟ ممكن تعرض على السوق المفتوح، ممكن تعرض على علي بابا كان بكام، اسواق اوليكس، امازون، ممكن تنزل القاهره في الاسواق، بس الاسواق تبقى رخيصه. سوق ديانه بجوار سينما ديانه كل يوم 7:10 صباحا حتى 5 مساء، في الاسكندريه كفر صيام محطه مصر كل يوم 4:10 صباحا حتى 5 مساء، في 18 شارع عثمان بن عفان، في طلخه، وفي في الشيخ حسنان والاسواق، في شارع بستان الدكه. في لو انت مش من القاهره او من الاسكندريه ممكن عن طريق شركات الشحن، الشركه بتسلم البند تستلم الفلوس، الشحن واجب بحري يكتب شركه فصل للشحن، ولو واجب قبل يكتب شركه رابيدو للشحن. اعتقد كده مفيش اي حاجه انت محتاجها في العملات تسال عنها او تبيع فين او كلام من عندك. جروب فيكتوريا جميل جدا برضو، العملات التذكاريه والطابع والكلام من ده عليه ناس كويسه متخصصه. في جروبين تانيين بتعرض وتقيم عليهم وبيع مباشر وبيقوم عليهم مزادات كمان. طبعا الاسعار دي كلها خاضعه طبعا للسوق والطلب والكلام من ده، والبيع في الاسواق والجروبات والكلام من ده على المواقع غير البيع طبعا لما تروح سوق ببرخيص. فانت استفيد من عملاتك كويس، وعسى وعلى ان الكل يستفيد، اتمنى الكل يربح فيها، ولو ان العملات القديمه دي كنز يعني. ابدا لاي حد، وخاصه في الاسواق، ودايما لازم نقطع الاسواق شويه ونقطع المواقع دي والكلام ده، لان لو قطعنا هم هيجيبوا عمله منين؟ العملات كلها لموها من زمان ومعاهم وبيتحكموا فينا، يقول لك العمله دي ب 5 جنيه ب 6 جنيه وعارف قيمتها وعارف بتتباع بكام، واللي بيروح يشتري منه بعد كده يبقى عاله بال 20 او بال 30، شوف بيكسب فيها اضعاف مضاعفه، احنا مش عايزين كده. تمام؟ فسعرها بيبدا من 20 جنيه، دي في الكتالوج العالمي يا جماعه، بيوصل لحد 30 جنيه، مكتوبه في الكتالوج العالمي كده اهو 27 جنيه و 65 قرش، تمام؟